نتكلم عن الأرقام اللي بتستهدفوها 2024، بتستهدفوا تمويلات؟ احنا كنا مستهدفين السنة دي نعمل تمويلات بقيمة 3 مليار جنيه ونحقق أرباح بقيمة 180 مليون جنيه صافي ربح بعد الضرائب. احنا الحمد لله في 30/6 نتائجنا كانت ان احنا عاملين 2.9 مليار جنيه تمويلات ومحققين أرباح 150 مليون جنيه. فاحنا خلاص على وشك ان شاء الله نتمم المخطط. طموحي ان انا اعمل ايه قبل اخر السنه؟ ان انا اوصل ل 4 مليار جنيه تمويلات وان انا اوصل ل 200 مليون جنيه ارباح. عدد عملاء؟ عدد العملاء بتوع الشركه عموما تقريبا وصلنا دلوقتي في حدود اقترب من 39,000 عميل. 39,000 عميل بالظبط. القائم في منهم حوالي 12,500 عميل تم سداد مدينتهم اللي كانوا خلصوا القروض بتاعتهم والباقي ما زال قائم. تمام. الادوات التمويليه اللي حضرتك هتعملوها الفتره الجايه او اللي بتقترحه ان انتوا شغالين عليها اصلا اوريدي وهيتم الاعلان عنها قريبا؟ زي ما قلت لحضرتك احنا اهم منتج دلوقتي مركزين عليه هم منتجين الحقيقه جداد. يعني المنتج الاولاني هو تمويل تحت الانشاء من خلال راس المال بتاعنا اللي الحمد لله راس المال يسمح بان احنا ندخل في هذه المبادره. يعني فدي بالنسبه لنا احنا نعتبرها مبادره من شركه تعمير للدخول في هذا المجال. يمكن نقدر نحط مش نحط لا نقدر ننظم العلاقة بشكل مثالي. يمكن يكون ده سبيل ان هو ينظم من خلال في الدولة بالكامل. دي حاجة. الحاجة الثانية ودي منتج مهم جدا كنا لسه النهاردة الحمد لله خدنا عليه موافقة من مجلس الإدارة. عندنا منتج اسمه التمويل الأخضر. احنا اي مشروع بيدعم الاستدامة اي عميل بيشتغل في مجال الاستدامة فبيجي ياخد تمويل عقاري احنا بنعمل له خصم على اسعار العائد وخصم على المصروفات الاداريه. واحنا ليه بنعمل كده؟ لان ده اتجاه عالمي. احنا زي ما احنا شايفين التغير المناخي الرهيب اللي احنا حاصلين فيه ده. ففي بعض المشاريع النهارده في مصر بدات تعتمد الزجاج اللي بيمنع دخول الاشعه تحت الحمراء فبيقلل الاحتباس الحراري جوه الوحدات، بيدعم استخدام الطاقه الشمسيه في تسخين المياه او في توليد الطاقه الكهربائيه. ده حل تاني. في بعض المشاريع بدات تعمل اعاده تدوير للمياه الصرف عشان تروي بها الجناين. فده برضه بالنسبه لنا بيدعم الاستدامه. هو عموما التمويل العقاري في حد ذاته كفكره انك بتمول واحد عشان يشتري عقار يعيش فيه، هي دي في حد ذاتها فكره استدامه. فاحنا بنقول ايه؟ احنا عايزين نشجع الاتجاه بتاع التمويل بتاع انشاء مشروعات بتدعم الاستدامه. فاحنا من جهتنا احنا كشركه تمويل عقاري بنقول لا، احنا هندعم العميل اللي رايح يشتري في هذا المشروع وهنميز هذا المشروع عن بقيه المشروعات. يعني محددين نسب تمويليه معينه لا، احنا بنقول انه احنا لغايه دلوقتي ما حددناش ارقام طبعا، لان احنا دايما بنقول احنا لينا هامش ربح تقريبا من 2.5 ل 3%. فاحنا بنقول في الهامش الربح بتاعنا ده هناخد منه هنستقطع منه جزء نديه كمكافأة للعميل اللي اشترى في هذا المشروع عشان نشجعه يشتري في هذا المشروع. بناخد مصروفات إدارية، هنقلل جزء من المصروفات الإدارية برضو دعما أو توجيه للعميل انه يشتري في هذه المشروع. استخدام التكنولوجيا